تحية طيبة مشاهدي الكرام. لماذا هذا التكالب الغربي والعربي على سوريا لفك ارتباطها بإيران؟ هل وفر العرب يوما البديل لسوريا؟ أم إنهم يتآمرون عليها منذ أن حشد صدام حسين قواته على حدودها في نهاية السبعينات ووقع السادات معاهدة كامب ديفيد في الفترة ذاتها؟ ثم لماذا حلال على الكثير من العرب الارتماء في الحضن الأمريكي الصهيوني الذي عاث خرابا في الوطن العربي، وحرام على سوريا التحالف مع من ساند القضايا العربية وناهض الاجتياح الصهيو أمريكي للمنطقة؟ ماذا كسب عرب الاعتدال من تحالفهم مع أمريكا وإسرائيل غير خراب البيوت؟ ألم يثبت التنسيق السوري الإيراني بأنه الأذكى والأقوى؟ ألا يعود الفضل للتحالف السوري الإيراني في فرملة المشروع الأمريكي الذي أراد تقسيم المقسم وتجزئة المجزأ؟ ألا تشكر دمشق وطهران على احتضان أنبل حركات المقاومة؟ محمد أبو مطر، أنا بصدقك ولا بصدق جامعة ماريلاند ومعهد زغبي للاستطلاعات اللي ما بيخروا المي؟ طيب كيف تفسر ان الشارع العربي، ان الرئيس السوري بشار الاسد كان اكثر رئيس يحظى بشعبيه في الشارع العربي حسب التقرير الامريكي وليس الايراني ولا السوري ولا كذا؟ بصدقك ولا بصدقهم انا؟ صدق من تريد، ولكن انا عندي حيثياتي الخاصه اطرحها. طب ما انا بدي طيب شو رايك بالاستفتاء؟ انا سأقول طيب ما رايك بالاستفتاء الامريكي؟ انا ساقول لك. طيب اذا في مصر، اذا مصر في مصر تبين ان الحلف دقيقه الحلف السوري الايراني اللي عم يخوفوا الدنيا منه انه بعبع وما بعرف شو، في مصر تبين ان معظم المصريين مع هذا الحلف السوري الايراني. تفضل. اسالك سؤال. تفضل. هل تستطيع ان تنكر ان امريكا جاءت الى المنطقه عندما غزت العراق لتحويله لتقسيم المقسم وتجزئه المجزأ وتحويله الى كانتونات وكذا، والامريكان كانوا مبسوطين سيحولوا المنطقه الى يستبيحوا كل شيء؟ من الذي فرمل المشروع الأمريكي في المنطقة؟ أليس سوريا وإيران وحركات المقاومة المدعومة سوريا وإيرانيا؟ هل يستطيع أي مهبول أن ينكر ذلك؟ من الذي فرمل المشروع الأمريكي؟ سوريا فرملته في العراق، إيران فرملته في العراق، المقاومة اللبنانية فرملته، المقاومة الفلسطينية. لو تقرأ ما كتب عن دور المقاومة العراقية في فرملة المشروع، وأنت تعلم سوريا وإيران لولاهما المنطقة راحت بستين داهية. مثل الكرة صحتين على قلبه. بس خليني أسألك سؤال سألك إياه ولم تجب عليه، لم تجب عليه. وسأجيبه بشرطا. قل لي ما هو سؤال أنا مشان نجلي للمشاهد. تفضل. طيب أنت ليش، أنتوا ليش زعلانين هالكم واحد من التحالف بين العلمانيين في سوريا والمتدينين في إيران، وعندكم كل هالمشكلة مع هذا الحلف وما عندكم مشكلة مع عرب الاعتلال اللي سماهن وهو سماهن؟ أيوة. دقيقة. وسقوط، هذا السقوط المريع في الحضن اليهودي الصهيوني، من جهة يرفعوا لك رايات الإسلام ورايات الكذا، وهن رايحين مع الصهاينة بفلوسهم بأرضهم بكل شيء إلى العظم، ليش متزعلان عليهم؟ أنا ضد الذهاب مع الخط الصهيوني. طيب بدي أسألك، ما أجيب. طيب أي أحسن تروح مع الخط الصهيوني اللي دمر العراق ودمر فلسطين ودمر لبنان ودمر كل شيء، ولا تروح مع إيران؟ شو عملت لك؟